السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الفرقة الأولى، مع بعض إن شاء الله في Pharmaceutical Calculations كورس شيق وجميل وسهل. دكتور محمود مختار معاكم. أول درس بناخده مع بعض الـ Numbers and Numerals. طبعا الـ Numeral is a word or sign or group of words or signs expressing a number. الـ Numbers أو بنقسم الـ Numbers الـ Arabic Numerals وبنسميها الـ Arabic System. طبعا او decimal system او properly called a decimal system. example لما نيجي نكتب رقم كبير زي 3,285,673 و 125 من 1000 3,285,673.125. لما نيجي نكتبه بالطريقة دي فبالنسبة لكم طريقة سهلة جدا في الكتابة. نيجي ناخد مع بعض بقى الرومان نيومرالز، والرومان نيومرالز دي ميزتها انها تعمل ديزاينيشن لكوانتيز اون بريسكريبشن، بنكتبها في البريسكريبشن دايما او الروشتات او الوصفات الطبيه. طبعا وين انجريدينتس ار ميجرد باي ذا كومون سيستم، السيستم بتاعنا او السيستم بتاع الرومان نيومرالز تعالوا نشوف كده مع بعض. الرومان نيومرالز دي لما يجي عايزين نكتب كلمه، عايزين نكتب نص بنكتب اس اس، عايزين نكتب نص بنكتب اس اس، اوكي. عايزين نكتب واحد نكتب اي سمول او اي كابيتال، عايزين نكتب واحد بنكتب اي سمول او اي كابيتال، عايزين نكتب 5 بنكتب في سمول او في كابيتال، عايزين نكتب اكس بنكتب اكس 10 بنكتب اكس سمول او اكس كابيتال، عايزين نكتب 50 بنكتب ال سمول او ال كابيتال، عايزين نكتب 100 بنكتب سي سمول او سي كابيتال، اوكي. عايزين نكتب 500 نقول دي سمول او دي كابيتال، عايزين نكتب 1000 نكتب ام سمول او ام كابيتال. طبعا بنعمل كومباينيشن بين ذيس نمبرز بقواعد معينه او برولز معينه عشان نعمل نالف رقم كبير مثلا في البريسكريبشن او في الروشتة ويكون الرقم ده اوكي سهل قرايته من قبل الصيدلي. خلاص الميثود اوف اكسبريشن رول 1، الرول الاولاني لما نيجي نكتب رقمين جنب بعض، رقمين جنب رومان نيومرالز جنب بعض، لو هما الاثنين قد بعض بالظبط ايكوال اور الرقم الاولاني اكبر من الرقم الثاني اللي بعديه اللي على اليمين، يبقى اذا بنعمل اديشن. زي مثلا ايه؟ زي مثلا اي يبقى 2، نجمع 1 زائد 1. اي هنا مثلا هنا نجمع هنا 1 بلس 1، اوكي 1 بلس 1 اي ايكوال 1 بلس 1 ايكوال 2 3 ايز 1 بلس 1 بلس 1. عملنا اديشن عشان هو ال 2 نيومرالز ايكوال تو ايتش اذر او 3 نيومرالز ايكوال تو ايتش اذر. طبعا ما بنقدرش نكرر الرقم اكتر من 3 مرات، ما تقدرش تكرر الرقم ده اكتر من 3 مرات، اوكي. عشان كده لما اجي اكتب رقم 4 هكتبه في رقم 4 اي في، اي في رقم 4 نكتبه اي في. مش هناخد سبتراكشن دلوقتي، هناخد دلوقتي الاديشن. فلازم الرقم الاولاني يبقى اكبر من الرقم الثاني في الاديشن، لازم الرقم الاول يبقى ايكوال تو او ايكوال تو او اكبر من الرقم اللي هو على اليمين عشان نعمل اديشن. عشان كده عملنا 2 3 وبعدين قفزنا الى 6. لما تيجي تكتب 6 نكتب في اي، في اي اوكي. يبقى انت عندك الفي دي عباره عن 5 اوكي بلس 1، 5 بلس 1 عشان هو الرقم الصغير جه يمين الرقم الكبير، اوكي. لما نيجي نكتب 12 اكس اي اي، اكس اي اي اكس يبقى 10، اوكي الاكس عندنا ب 10 ونعمل اديشن على طول بلس 2 اي اي بلس 2 اي بلس 1 1 او بلس 2 خلاص، يبقى ده 12. الدي اللي هي 5 100 وجنبها سي، الدي اكبر من السي يبقى نعمل اديشن 500 بلس 100 ايكوال 600، اوكي. ال اللي هي ب 50 وجنبها اي يبقى 50 بلس 1 ايكوال 50،
51 على طول 50 plus 1 ال اكس في اي. شايفين كل ال ال اكبر من الاكس والاكس اكبر من الفي والفي اكبر من الاي، لازم كده عشان تعمل اديشن، يبقى تعمل 50 plus 10 plus 5 plus 1 equals 66. ال ال 3x تريبل اكس ال تريبل اكس في تريبل اي خلاص، يبقى ال 50 تريبل اكس ب 30 وال في تريبل اي ب 8، يبقى اذا اصبحت 88. دي كلها طالما الارقام متتاليه جنب بعض من الشمال لليمين والرقم بيتناقص من الشمال لليمين، يبقى بنجمع كل الارقام مع بعض. اوكي طيب الدي الدي في دي في الدي ب 500 والفي ب 5، الدي اكبر كبير جدا جدا من الخمسه، يبقى نجمع الاثنين على بعض. عايزين نكتب رقم كبير جدا زي اللي انتم شايفينه قدامكم ده، ام اكبر من الدي والدي اكبر من السي والسي اكبر من ال والال اكبر من الاكس والاكس اكبر من الفي والفي اكبر من الاي، يبقى لازم نجمع ده كله مع بعض عشان نطلع الرقم في النهائي. يبقى لازم تتاكد وانت بتكتب الرقم ان من الشمال لليمين ان كل الارقام متتاليه ومن الكبير للصغير عشان نقدر نجمعهم على بعض، لان هقول لك دلوقتي قاعده، لو في رقم صغير جه في النص لازم يطرح من الرقم اللي بعديه على طول، هنقولها دلوقتي خلاص. طيب يبقى الام دي سي ال اكس في اي، الام ب 1000 الدي ب 500 السي ب 100 ال ب 50 الاكس ب 10 الفي ب 4 والاي ب 1، يبقى اذا نجمع ده كله هيطلع معاك 1666. اوكي طيب ده الرول الاولاني. يبقى الرول الاولاني يبقى كل ما كان الرقم الارقام مترتبه من الكبير للصغير من الشمال لليمين بنجمع كل الارقام على بعض عشان نطلع الرقم نحوله من الرومان نيومرال للارابيك سيستم. الرول رقم 2، when the second of the two letters has a value greater than the first the smaller is to be subtracted. subtracted اوكي اهو زي ايه مثلا IV equal 4، ليه؟ لأنها عبارة عن إيه؟ عبارة عن 4 5 قصدي 5 minus 1 IV equal 5 minus 1 which equal 4. طيب IX يبقى 10 minus 1 equal 9. أوكي XIV الإكس ب 10 اوكي الاكس ب 10، ولما الرقم الصغير يجي بعديها بنعمل اديشن صح، لما الرقم اللي بعديها يجي صغير نعمل اديشن. نفتح قوس، ليه فتحت قوس هنا؟ لان الاي اصغر من الفي اللي بعديها، يبقى لازم نطرح 5 ناقص 1، يبقى نفتح قوس ونحط 5 ناقص 1 في القوس، يبقى 10 بلس 5 ناقص 1، يبقى اذا دلوقتي اصبحت كام؟ 14. أصبحت 14، أوكي؟ 10 بلس 5 ناقص 1 إيكوال 14. يبقى إحنا عرفنا دلوقتي لما الرقم الصغير يجي قبل الكبير بعمل له طرح منه، وهيبقى في رول دلوقتي هتعرفوها عشان المشكلة مش مفتوحة بطريقة ما، هنقولها دلوقتي. خلاص؟ لما أقول لك إكس إكس أي في يبقى 20، إكس إكس ب 20 بلس، ونفتح قوس ونكتب 5 ناقص 1، 5 ماينس 1 أهي، يبقى 20 ونكتب بلس 5 ماينس 1، يبقى كده 24. طيب لما يقول لك اكس ال، الاكس اصغر من ال ال، يبقى نطرح الاكس من ال ال، يبقى 50 ناقص، يبقى 50 ناقص 10 في الاول، 50 ناقص 10 يبقى ب 40، ونكتب زائد ونقول نفتح قوس تاني نقول 5 ناقص 1، يبقى اذا 40 زائد 4 ايكوال 44. زي ما انتم شايفين عندنا القاعده متطبقه هنا مرتين، الاكس اصغر من ال فبتطرح منها والاي اصغر من الفي فبتطرح منها، ب اكس ال اي في ايكوال 44. اوكي طيب ال اكس اي اكس 19 اكس ب 10، ونفتح قوس نقول 10 ناقص 1 ب 9، يبقى 10 زائد 9 ايكوال 19. الاكس ال يبقى الاكس ب 10 ناقص ال يبقى 40، الاكس سي يبقى 100 ناقص 10 ايكوال
90، 100 ناقص 10 ايكوال 90، اوكي؟ يبقى عرفنا ازاي نرتب الارقام الرومان نيورالز بحيث ان احنا نعرف اذا كانت هيحصل اديشن الارقام كلها على بعض لو كانت مترتبه من الشمال لليمين من الكبير للصغير. طيب لو الصغير سبق الكبير، لو رقم صغير سبق رقم كبير، يبقى لازم نطرحه من الرقم الكبير قبل ما نعمل اديشن. خلاص؟ القاعده اللي بعد كده الاي والاكس والسي، الاي والاكس والسي، اوكي؟ الاي والاكس والسي each is used to be subtracted only from two characters on next higher values. خلاص، يعني بيقول لك دلوقتي الاي ما ينفعش تطرحها من السي، لانك انت تنفع تطرحها من الفي والاكس بس، يعني الاي تسبق الفي وتسبق الاكس بس، ما ينفعش تسبق السي، ما ينفعش تسبق ال، ما ينفعش تسبق الدي، ما ينفعش تسبق الام. يبقى اي سبتراكتد اونلي فروم في اند اكس، اوكي؟ طيب الاكس سبتراكتد من ايه؟ اثنين بعديها، الاثنين اللي بعديها ايه؟ ال والسي. يبقى الاكس ما ينفعش تسبق الدي وما ينفعش تسبق الام، الاكس تسبق ال والسي بس. ممكن تقول اكس ال يبقى اذا كده ب 40، ممكن تقول اكس سي يبقى كده ب 90. خلاص، ما ينفعش تقول اكس دي وما ينفعش تقول اكس ام، ما ينفعش، ممنوع. السي هتسبق مين؟ هتسبق الدي وتسبق الام، اوكي؟ السي تسبق الدي وتسبق الام. خلاص يا شباب، السي تسبق الدي وتسبق الام. يبقى انا دلوقتي عرفت ان الاي والاكس والسي لو هنسبق، لو هتسبق two characters، اوكي؟ لو هتسبق two characters بعديها يبقى لازم تطرح منها، ما ينفعش تعدي التو كاركترز اللي بعديها وتقول لي هطرح من الاي تطرح من ال، ما ينفعش. ما ينفعش تقول الاي تطرح من السي، لو قلت لك اكتب 99 ما ينفعش تقول الاي سي، ما ينفعش. خلاص يا شباب، يبقى لازم تقول اكس سي وتروح ضايف عليها 9، يبقى اكس سي اي اكس. لو انت عايز تكتب 99، عايزين نكتب 99 نكتبها سوا، يبقى لازم تقول اكس في السي. خلاص، اكس وسي يبقى كده اصبح 90، وبعدين عايز تحط عليها 9 يبقى اي اكس، اكس سي اي اكس. خلاص، عرفنا كده، فهمنا القاعدة كويس، فهمنا ان الاي ما تسبقش الا الفي والاكس عشان نعملها سبتراكشن، وعرفنا ان الاكس ما تسبقش الا ال والسي عشان نعملها سبتراكشن، وعرفنا ان السي تسبق دي والام عشان نعملها سبتراكشن. الاي والاكس والسي بيقول لك is placed so as to precede only one character higher than itself. higher than itself. خلاص، يعني ما ينفعش تقول اي اكس اكس، ما ينفعش تقول اي اكس اكس، ما ينفعش تقول رقم صغير وتحط رقمين، وتحط رقمين بعديها اكبر منها، ما ينفعش تحط رقمين بعديها اكبر منها، يبقى لازم تبقى رقم واحد بس عشان تطرحها هو الاكبر منها. خلاص، يعني لما نيجي نكتب 19 هتقول اكس اي اكس، ما ينفعش تقول اي اكس اكس، ما ينفعش تقول اي اكس اكس. يبقى اذا الاي والاكس والسي ده هما ما ينفعش تكتبهم في الاول خالص وبعديهم ارقام تانية كتير اكبر منهم، ما ينفعش. يبقى لازم الرقم واحد بس، يبقى رقم واحد بس الاكبر منها بعديها عشان تعملها سبتراكشن. خلاص يا شباب، يبقى لما اجي اكتب اوكي، لما اجي اكتب 19 اكتبها اكس اي اكس وما اكتبهاش اي اكس اكس، اوكي؟ لازم الرقمين اللي بعد الرقم الصغير يجي بعديه رقم كبير، اتس اوكي، ما يجيش بعديه رقمين كبار، ما يجيش بعديه رقمين كبار. هتلاحظوا ان انا كتبت لكم 99 اكس سي اي اكس زي ما انتم شايفين هنا كده، الاكس سي اي اكس القاعده مظبوطه جدا، الاكس سبقت السي فطرحناها منها، ما ينفعش نكتب بعدها سي كمان، غلط. خلاص، او ما ينفعش نكتب بعدها رقم بيساوي الاكس او اكبر من الاكس، اوكي؟ عشان كده كسرنا المشكله ديت او حلينا المشكله دي باننا حطينا رقم صغير وبعدين رقم كبير بعدين. خلاص، يبقى اكس سي اي اكس.
خلاص يبقى الرقم الصغير عشان تطرحه من الرقم اللي بعديه، ما ينفعش تحط رقمين كبار بعديه. يبقى عشان نكتب 19 كتبناها اكس اي اكس وما كتبناهاش اي اكس اكس. اوكي، مفهومة القاعدة دي اعتقد. تعالوا بقى نشوف مسألة، مسألة بسيطة جدا من المسائل على الارابيك نيوميرالز على الديسيمال سيستم. بيقول لك فارماسيست، ا فارماسيست هاز او هاد 5 جرامز من الكوديين صلفيت، معاه 5 جرام من الكوديين صلفيت. الكوديين صلفيت ده انتوسيف، مضاد للسعال، بيستخدموه للكحه الناشفه للدراي كاف، يوزد فور دراي كاف. اوكي، حلو جدا في الدراي كاف. يبقى الصيدلي معاه 5 جرام من الكوديين صلفيت، هو عامل ايه؟ راح جاي واخد الخمسة جرام دول واستخدمهم كالتالي. عمل 8 كبسولات، كل كبسولة، شايفين كلمة اتش دي مهمة جدا، اتش دي مهمة جدا في الكلام، عشان لو شال كلمة اتش ديت هيبقى حل المسألة مختلف خالص. لو شلنا اتش هيبقى حل المسألة مختلف خالص. لما اقول لك 8 كبسولز اتش كونتيننج 0.0325، يبقى التوتال اماونت 8 مضروبة في 0.0325. لو شلت كلمة each، if I removed each، لو انت شلت each، يبقى 8 كبسولات محتويين كلهم على بعض كده الرقم ده هو 0.0325 بس، من غير ما تتضرب في 8 لو شلت each. عشان كده ممكن نتلاعب بيك في الامتحان ونشيل كلمة each دي كلها وتروح تحل المسألة بطريقة مختلفة خالص. خلاص، فانا لحد دلوقتي بعلمكم ازاي لما تيجي تحل المسألة يقول لك 8 كبسولز each containing 0.0325، وبعدين عمل 12 كبسولة each containing 0.015 جرام، و 18 كبسولة تانيين each containing 0.008 جرامز، كلهم بالجرامات. خلاص، هو عايز دلوقتي بيقول لك how many grams of codeine sulfate were left after he had prepared the capsules. سهلة جدا، هو بيقول لك دلوقتي معاه 5 جرام وراح محضر الكبسولات دي كلها، كل كبسولة فيها الأرقام اللي جنبها دي كده. خلاص، يبقى عايزك تشوف هو استهلك قد إيه والباقي قد إيه من الخمسة جرام. يبقى لازم نقول استهلك قد إيه، نضرب التمانية في 0.0325، اضرب التمانية في 0.0325، اضرب الاتناشر كبسولة في 0.015، اضرب التمنتاشر في 0.008، وطلع الناتج هيطلع لك اهو 0.584 جرامز. يبقى هو كل اللي استخدمه عشان يحضر ال 38 كبسوله ده هو 0.584 جرامز. نطرحهم من ال 5 جرام هيدي لك الباقي، اطرحهم من ال 5 جرام يتبقى عند الصيدلي 4.416 جرامز. مساله سهله جدا، لو جبنا الطالب في رابعه ابتدائي يحلها. اوكي، فنخلي بالنا من الحاجات البسيطة اللي ممكن تغلطوا فيها لو أنا غيرت في المسألة. أوكي، فور إكزامبل، خليت بدل الجرام ملي جرام هنا، لو أنت خليته بالملي جرام يبقى لازم المسألة كلها يا إما تحول الخمسة جرام لملي جرامات، يا إما تحول الملي جرامات اللي موجودة لجرامات. لو شلت كلمة إيتش في كل واحدة من دول يبقى إذا هتجمع دول بس على بعض وتطرحهم الخمسة جرام ونشوف الباقي قد ايه. فبالتالي نخلي بالنا من المساله كويس لما تيجي لو جت في الامتحان. Convert each of the following into metric systems، يعني بيقول لك دلوقتي عندك رومان نيومرالز وعايز احولها لمتريك سيستم. اكس سي اي اي، من الاكس اصغر من السي يبقى لازم تطرح منها، وبعدين زود اي واي بعد، زود 2 بعد السي، يبقى لازم هنا نجمع هنا يبقى 100 ناقص 10 وبعدين نجمع عليها الاثنين. اوكي، الاكس اصغر من السي تطرح منها، ال 2 ايز اكبر من الناتج من بتاع الطرح يبقى اذا يجمعوا عليها، يبقى اذا 100 ماينس 10 هي حاصل سي اكس، اكس سي قصدي، اكس سي حاصل اكس سي 100 ناقص 10 وتجمع عليها ال 2 يدي لك 92. طيب لما يقول لك اكس، لما يقول لك اكس في اي، تعال نشوف كده، الاكس اكبر من الفي والفي اكبر من الاي، يبقى دي اديشن كلها، يبقى 10 بلس 5 10 بلس 5 بلس 1 ايكوال 16. تعال نشوف اللي بعديها، الام دي سي اي اكس، الام اكبر من الدي والدي اكبر من السي، اوكي، بس الاي اقل من الاكس، يبقى نجمع الام والدي والسي ونطرح الاي من الاكس،
يبقى 1000 بلس 500 بلس 100 زائد 10 ناقص 1. اوكي 1000 بلس 500 بلس 100 بلس افتح الكوست براكتس اوكي وتعمل ايه سبتراكت 1 فروم 10 يبقى اذا الناتج كله هيبقى 1609. طيب تعالى نشوف كده ام دي سي ال اكس، الام اكبر من الدي والدي اكبر من السي والسي اكبر من ال والال اكبر من الاكس، يبقى ده كله اديشنز، كلها اديشن 1000 بلس 500 بلس 100 بلس 50 بلس 10 يبقى ايكوال 1660. اوكي اللي بعدها سي اكس سي، ما ينفعش تتكتب، ما ينفعش تتكتب اكس سي سي، اكس سي سي غلط، اكس سي سي خطأ، خطأ اوكي ما ينفعش تتكتب كده، دي خطأ اوكي، عشان كده قلنا سي اكس سي. سي اكبر من الاكس بس الاكس اقل من السي، يبقى نقول 100 زائد نفتح قوس 100 ناقص 10 اوكي تديني 190. عرفنا ازاي نكتب دلوقتي الارقام دي. طبعا طبعا انا ممكن ادي لك الرقم 190 اقول لك حوله للرومان نيومرال، هتقول لي مثلا 190 سي اكس سي خلاص اوكي، ممكن ادي لك الرقم 1660 فور اكزامبل وتروح كاتب لي الرقم بتاعك ام دي سي ال اكس خلاص، وهكذا يعني ممكن تيجي بالطريقتين، تيجي بدي لدي او دي لدي. البرسنتج اوف ايرور، البرسنتج اوف ايرور مفيش جهاز في الدنيا اكيوريت 100%. لما نيجي نوزن على الميزان جه توزن 50 مللي جرام، ال 50 مللي جرام دي ممكن تبقى 48 مللي جرام اكشوالي وممكن تبقى 52 مللي جرام، ده لو كان الميزان بتاعك سنسيتيف ل 2 مللي جرام، يعني الميزان بتاعك بيزود 2 او بيقلل 2 مللي جرام وبيبقى مكتوب على الميزان السنسيتيفيتي بتاعته بيبقى مكتوب عليه. فبالتالي لازم نحسب احنا البيرسنت في ايرور ديت، لما يقول لك مثلا ان الايرور بتاع الجهاز ده 2 مللي جرام واقل كميه يوزنها 50 مللي جرام اوكي، يبقى لازم نحسب البيرسنت اوف ايرور. البيرسنت اوف ايرور هتساوي ايه؟ السنسيتيفيتي اللي هو بيغلط فيها اللي هي 2 مللي جرام مثلا على الويت، الويت اللي انت وزنته خلاص مضروبه في 100 يبقى 2 على 50 وتطلع بتضرب الناتج في 100 هيشين يدي لك البيرسنت اوف ايرور اللي هي 4%. طيب يبقى اذا السنسيفتي اوف ذا بالانس هي السمولست ويت ذات ويل ديستورب ذا ايكوليبريم، هي الاقل كميه اقل ويت يقدر بيعمل ديستربشن ديستربنج الايكوليبريم بتاع الجهاز بتاعنا. يبقى اذا دلوقتي لما اجي اقول لك احسب لي البيرسنت اوف ايرور لو انت الميزان بتاعتك السنسيتيفيتي بتاعته بلس اور ماينس 2 مللي جرام، هتقول لي البيرسنت اوف ايرور القانون بتاعنا اهو، القانون بتاعنا القانون يا شباب اهو القانون بتاعنا البيرسنت اوف ايرور، اعوذ بالله من الشيطان، البيرسنت اوف ايرور بيساوي الماكسيمم بوتنشال ايرور على الكوانتيتي ديزايرد في 100 خلاص. يبقى الماكسيمم بوتنشال ايرور اللي هو 2 مللي جرام بتاع الجهاز اهوت بلس او ماينس 2 على الكوانتيتي ديزايرد، على الكوانتيتي ديزايرد هنا مثلا لو احنا قلنا 50 مضروبه في 100 يدي لك البيرسنت اوف ايرور. تعال نشوف المساله تفهموها اكتر في المساله. When the maximum potential error is plus or minus 2 مللي جرام in a total of 50 مللي جرام، بيقول لك ان what is the percent of error؟ البيرسنت اوف ايرور يساوي الماكسيمم بوتنشال ايرور اللي هو 2 مقسوم على الكوانتيتي ديزايرد اللي هي اللي هو كاتبها لك في المساله 50 وبعدين تضرب في 100 بعدين تضرب الناتج في 100 يطلع لك 4%. يبقى اذا البيرسنت اوف ايرور هنا هيبقى 4%. هنشوف مساله ثانيه بيقول لك ابريسكريبشن كولز فور 8 مللي جرام اوف ا سبستانس، يبقى انت اول ما تبص في المساله بتعرف انت هتوزن قد ايه خلاص 800 مللي جرام. بيقول لك after weighing this amount on a balance the assistant or pharmacist or anybody he is weighing okay decides to check by weighing it again. لما جاي يوزنها على نفس الميزان تاني لقى المشكلة، هو لقى ايه؟ لقى ان هو وزن only 750 ميلي جرام، يبقى هو عايز يوزن 800 وفعلا قرا 800 على الميزان
عايز يعمل لها تشيك اجين، بيعمل تشيك اجين لقاها ناقصه 50 مللي جرام. يبقى اذا الميزان بتاعنا ده بلس اور ماينس 50، يبقى السنسيتيفيتي او البوتنشال سنسيتيفيتي بتاع الميزان ده 50. طيب نيجي نقسمها على كام؟ نقسمها على 800، ما تقسمهاش على 750. انت عايز توزن كام؟ انت عايز توزن 800، يبقى نوزن ال 50 على ال 800 ونضرب في 100. اوكي؟ بيقول لك the first weighing was 800، the second weighing was 750، what is the percent of error؟ يبقى ال percent of error هو maximum potential error اللي هو هيبقى 800 ناقص 750 اللي هو هيبقى 50، مقسومة على ال quantity desired اللي هي 800، أنت عايز توزن 800 مضروبة في 100 يديلك 6.25%. يبقى إذا 50 over 800 والناتج نضربه في 100. يبقى إذا أنت بتشوف intended weight تويه وات، انت عايز توزن 800 مش عايز توزن 750. المسألة تختلف تماما لو انت قلت ايه، لو انت قلت يو ار انتندد تو واي 750 مللي جرام، هتختلف تماما لو احنا غيرنا المسألة وقلنا انت عايز توزن 750 مللي جرام وبعدين جيت تعمل تشيك لقيتهم 800، يبقى اذا الفرق هنا 50 مللي جرام برضه. بس لما تيجي تطلع البيرسنت اوف ايرور هتقسم ال 50 على الانتندد ويت، انت كنت عايز تعمل انتنشن او انتندد تو واي 750، يبقى هتقسم ال 50 على 750. يعني المساله دي ممكن تتغير، ممكن نغيرها، بس انت لازم تبص نمبر 1 على الانتندد ويت والويت الوي او التشيكينج ويت عشان نشوف هتقسم على مين. خلاص عشان نشوف الفرق بينهم وبعدين نشوف هتقسم على مين، هتقسم على 800 ولا على 750. خلاص يبقى الارقام دي لو انا بدلتها فاذا النسبه هتتغير. يا رب تكونوا فاهمين. اكزامبل 3، هو هنا عايز بدل البيرسنت اوف ايرور هيديلك البيرسنت اوف ايرور وهيديلك الميزان يقدر السنسيتيفيتي بتاعه الميزان، ويقول لك عايز السمولست اماونت الميزان ده يقدر يوزنه. عكس القانون اللي فات، عكس القانون بالظبط. خلاص هو بيقول لك هنا اهوت مساله بيقول لك البوتنشال ايرور بتاع الميزان ده 4%، يبقى ادالك البيرسنت اوف ايرور، وقال لك السنسيتيفيتي بتاعه الميزان ده بلس اور ماينس 2. بيقول لك اقسم الايرور او البالانس سنسيتيفيتي، البالانس سنسيتيفيتي على البيرسنت اوف ايرور واضربها في 100 عشان تطلع السمولست كوانتي. عشان نطلع السمولست كوانتي هقسم الايرور اللي هو البالانس سنسيتيفيتي على البيرسنت اوف ايرور، اوكي، واضرب في 100، هيديني على طول الرقم بتاعنا اللي هو اقل كميه يقدر يوزنها الميزان ده. يبقى اذا السنسيتيفيتي اوف ذيس بالانس واز 2 مللي جرام. خلاص خلي بالنا ده بالمللي جرام، نقسمها على البيرسنت. انا حطيت البيرسنت في المساله تحت مع انها مش محسوبه في الكالكوليشن عشان افهمك ان انا بقسم المللي جرام على البيرسنت 4، اوكي، مضروبه في 100 فوق عشان تديني 50 مللي جرام. يبقى اذا قسمت ال 2 مللي جرام اللي هي البالانس سنسيتيفيتي على البيرسنت اللي هي كانت 4% وضربت فوق في 100 اداني السمولست كوانتيتي تو بي ويد على الميزان ده اللي هي كام؟ 50 مللي جرام. البروبلم اهيت قدامنا بيقول لك ذا سمولست كوانتيتي، وات از ذا سمولست كوانتيتي اوف ذيس بالانس. خلاص ومدي لك البيرسنت اوف ايرور بتاعه 2% ومدي لك البالانس سنسيتيفيتي 50 مللي جرام، يبقى نقسم ال 50 على 2 تديك 25 ونضرب في 100 يدي لك 2500 مللي جرام. اهو نقسم السنسيتيفيتي اللي هي بالمللي جرام على البيرسنت، خلاص البيرسنت اوف ايرور، ونضرب الناتج في 100 عشان يديني السمول كوانتي ذيس بالانس كان واي which is 2500 مللي جرام. بروبلمز دي نحلها مع بعض دلوقتي. يقول لك what is the smallest quantity that can be weighed with a potential error of not more than 3% والسنسيف لتلاتة، هنقسم التلاتة على التلاتة يديك واحد ونضرب في 100 يبقى كام؟ 100 مللي جرام. حلتها شفوي، انت تحلها نظري. خلاص هنقسم التلاتة مللي جرام على البيرسنت يديك رقم ونضرب في 100، انا جايبها سهله جدا عشان تبقى سهله جدا في الحل. خلاص يديك 100 مللي جرام. بيقول لك وين ذا ماكسيمم بوتنشال ايرور از بلس اور ماينس 5 مللي جرام ان ا توتال اوف 100 مللي جرام. خلاص
5 مللي جرام ان التوتال في مللي جرام. وات از ذا بيرسنت ايرور، بيرسنت اوف ايرور، نقسم الخمسة على المية ونضرب في المية، دي 5%. خلاص بيقول لك دلوقتي المسألة الثانية عايزك تحسب بيرسنت اوف ايرور، يبقى نقسم البالانس سنسيتيفيتي على الكمية اللي انت عايز اصلا توزنها اللي هي كانت 100 مللي جرام هنا ونضرب في 100، هيديك 5%. مسألة سهلة جدا برضه. convert each of the following into metric system، وممكن العكس، شايفين المسألة سهلة جدا اهي، حلها نحل الكلام ده. سي اكس سي ادي 100 بلس 100 بلس 100 ناقص 10 يديك بلس 90، يبقى 190. سي اكس سي اي اكس، السي اكبر من الاكس والاكس اقل من السي، يبقى هنا هتبقى 190. واي اكس ب 9 يبقى اذا 199. خلاص يا شباب هي سهله جدا، انا بحل شفوي وانت تحل بقى نظري. اهي 100 بلس، افتح قوس عشان الرقم اللي بعديه اقل من الرقم اللي بعديه، يبقى هنا 100، دي 100 يا شباب. خلاص 100 ناقص 10، واقفل القوس، خلاص زائد افتح قوس كمان، ادي 10، طبعا عارفين انها 9 ناقص 1 الاي اكس، وشوف الناتج هيطلع كام. ادي 100 بلس 90 بلس 9 يبقى 199. مش هحل بقى الباقي، انتوا تحلوا الباقي ده. هو تعال نعمل كونفرشن اللي بعديها، طبعا هنحل دي هنا ام ب 1000، دي ب 500 يبقى 1500، اكس سي ب 90 يبقى 1590، والفي اي 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 ب 8 يبقى 1598. خلاص حل انت الباقي، نحل الباقي يا شباب مع بقى مع نفسكم، ولو في حاجه غلط حد يجي ايه يراجعها معايا، لو مش عارف يحلها تيجي تراجعها معايا. convert the following into Roman system، 9 اي اكس 29 29، ادي ال 20، اكتب ال 20 الاول وبعدين ال 9، اكس اكس اي اكس. خلاص ماشي يا شباب 29 2018 ام ام ب 2000. خلاص وال 18 هتبقى هتبقى ازاي؟ اكس في تريبل اي. اوكي طيب 1999 انا حللها لكم هنا اهيت، ام دي سي دي كده ب 1900. خلاص 99 ادي 90 اكس سي، اوكي اي اكس 9. خلاص انا خلصت المحاضره ان شاء الله الاولانيه، ودي للناس اللي حاضره ان شاء الله رب العالمين، هنقول المحاضره تاني للناس الحاضرين، وهتبقى موجوده ان شاء الله على الكلاس روم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.